جابوا ميثم التمار رضوان الله عليه. ادخلوا وين؟ ادخلوا على الطاغية. لما ادخل عليه واحد من القاعدين يمه قال له هذا مولى علي ابن ابي طالب، هذا ترى من موالي علي ابن ابي طالب. تفتله قال له ماذا قال لك مولاك الكذاب؟ قال له مولاي ليس بكذاب، الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوك. قال له يا عدو الله والله لا اقطعنك اربا اربا. قال له افعل ما بدا لك. قال له ماذا قال لك؟ اخبرني. قال له قال لي يؤتى بك الى العتل الزنيم ابن مرجان فيامر بقطع يديك ورجليك وقطع لسانك. قال والله لا اكذبنه. راح اكذب الى سيدك هذا. اقطعوا يديه ورجليه. نعم. قال له هو اللي قال لي بيه انت راح تقطع اعضائي وتقطع لساني وتصلبني على نخلة. قال له انا اكذب بس اقطع يديك ورجليك واترك لسانك. امر به فقطعت يداه ورجلاه واخذ الدم ينجف منه. حطوه على جذع نخلة فقام يصيح بعد بي طاقة بي بقايا يصيح أيها الناس من أراد أن يستمع إلى العلم المخزون عن باب علم مدينة رسول الله فليأتي إلي. أخذ يحدث الناس بفضائل أمير المؤمنين وفضائل آل بيت رسول الله ومثالب أعدائهم. فإجا الخبر إلى قالوا له هذا فضحكم والناس ملتفين حوله ويسمعون ما يقول. قلهم بادروا إليه بادروا إليه بادروا إليه اقطعوا لسانه. فعلا إجوا ليه قطعوه. لما إجا هذا يحمل السيف لاحظ ثورة الإيمان إذا ثارت في نفس الرجل. هذا من شافه جايب السيف عرف راح يقطع لسانه. قال له استطاع هذا ان يكذب سيدي؟ الان وداك لقطع لساني؟ تفضل مد لسانه. قال له افعل ما امرك به وكفاني شرف ان تقطع اعضائي في هذا السبيل. مد يده فقطع لسانه وخلوه وين؟ مصلوب عنه.